السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. الآن وجهتنا إن شاء الله إلى دير سوميليا. الدير مقفل بس في الطريق فيه أنهار، الدير مقفل مغلق بس في الطريق فيه أنهار وشلالات، راح تشوفونا معانا إن شاء الله، وراح أحط لكم إحداثيات الموقع. جينا المنطقة دي، هنا المخرج لسوميليا، دير سوميليا، راح أصور لكم. عدة من المطاعم على مجرى نهر، يعني تجلس والنهر جنبك. أنا أخونا ناصر العتيبي في عند شلالات سوميليا. كيف حالك أخوي ناصر؟ كيف الطبيعة الترياف شمالها؟ والله ما جمل لنك طال عمرك. الشمال معك؟ تمام. عشاكم انبسطتوا؟ الحمد لله، بشركم خير وكلنا والله ديرة تستحق الزيارة. الله يسعدك، رحلة سعيدة حبيبي. هذه شلالات سوميليا، راح أحط لكم إحداثيات المطعم القريبة من الشلالات، تنفع للقارمن وجوجل ماب. يظهر معانا دير سوميليا تم بناءه في القرن الرابع ميلادي في عهد الرومان، وجددوه الدولة العثمانية، ولكن ما نقدر نزوره لأنه مغلق وفيه إصلاحات، وعلى ما سمعت أنه راح يسوون تلفريك من المطعم اللي تحت إلى الدير. بجوار الدير فيه مقهى مطعم، يعني بس الطريق إلى متعب، ترى للعوائل متعب. وقفنا في مطعم أيوب أوغلو على طريق متشكا للغداء، واليوم غدانا هالخروف اللي تشوفونه. هذا هو الخروف. أيوة سورة. على كيف شغل مرتب مرتب ونظيف. الله يحب قلبك. دربك هجولنا كذا. صبرم انا اطيره اوريكم المنظر في هامسي كوي.
ما شاء الله. شوفها شوفها كيف قاعدة؟ وصلنا الآن إلى قرية خمسي كوي، تشتهر بمهلبية الحج عثمان. هذه المهلبية، هذا موقع المهلبية، دي مهلبية الحج عثمان المشهورة في قرية خمسي كوي. راح أحط لكم إحداثيات الآن. والله تشرفنا فيك اخوي حسين. الله يعطيك الصحه حبيبي. الله يسعدكم اخوك. والله ما شاء الله لحق ورا الشباب لين حصلهم. وراكم مطعم ايوب وصميلة وراكم. زين، كيف الشمال معك؟ والله رهيب جدا. لك كم يوم؟ 4 أيام. ما شاء الله، ودك ترجع لها؟ اكيد. الله يوفقك حسين. ان شاء الله. الله يسعدك. وياك. اليوم طالعين ان شاء الله نتعشى بهاليخت الجميل وماخذين جوله في البحر الاسود. ما شاء السفينة دي تابعة لشركة معينة، تاخذ الشخص الواحد ب 15 ليرة بدون وجبة عشاء، 35 ليرة مع وجبة العشاء. تبدأ جولاتها من الساعة 10 صباح، وآخر جولة لها الساعة 8 مساء، كل جولة تستغرق 3 ساعات. راح أحط لكم كرت وعنوان